مكونات هالماسك سهلة وبسيطة. رح نحتاج لملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من الألوي فيرا. العسل غني بالفيتامينات يلي بتغذي البشرة، بيحتوي على أنتي أوكسيدنت يلي ببطئوا علامات شيخوخة البشرة، بيرطب وبنقي البشرة من الرؤوس البيضة والسودة. أما الألوي فيرا بخفف ظهور الندبات بالوجه وبرطب البشرة كمان. رح نخلط المكونات منيح ونعمل باتش تيست ومنمده على كامل الوجه. رح نترك هالماسك لمدة 20 ل 30 دقيقة ونغسل من بعدها. ننصحك تعمليه مرتين لثلاث مرات بالأسبوع.